شكرا معلقنا الكابتن احمد مناع. اذا انتهت الفتره الثانيه بتقدم نادي الاتحاد 39-27، لسه في الفتره الثالثه والرابعه. نتمنى ان شاء الله فرقتنا ترجع تاني تعوض. عندنا الثالث والرابع 20 دقيقه، يعني ان شاء الله عندنا فرصه كويسه سواء النهارده او ان شاء الله يوم الخميس. بس الحقيقه عايز ابتدي يعني لسلوك التحليل بين الشوطين بعلامات استفهام كبيره حول طاقم التحكيم النهارده. يعني غلطات يعني بالجمله، واحب اخص بالذكر الكابتن مروان فتيح الحكم الثالث او الثاني في المباراه، سيل من القرارات الخطا حقيقه النهارده. انا يعني انا بس يعني ارحب بضيوفي كابتن سلام، اهلا بحضرتك. أهلاً كابتن نبيل، اهلا بحضرتك المره الثانيه. ولكن النهارده الفاولات اللي على ايهاب امين مع يوسف شوشه واضحه للكل، الحضن والمسك في السكرينات يعني قالب به باسكت باينه. انت بتدافع بس مش لازم تحضن. النهارده ايهاب امين اي سكرين بياخده شوشه بيحضنه. عندك النهارده يعني في الاوفنس برضه نفس الكلام على يوسف شوشه، هو لاعب منتخب مصر ولكن في دخوله على الباسكت بيزقه بايده، والموضوع ده شفناه تحكيم كتير. الحاجه اللي علامه استفهام غريبه جدا الحقيقه مش قادر افسرها، الفاول شوت اللي كان الفاول اللي كان على يوسف شوشه ودخل كابتن ميدو طه يشوت الفاول شوت ازاي يعني وهو الفاول مع 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 يوسف شوشه تكنيكال فاول على طول، رميتين على طول كده. انت النهارده لعيب داخل بيشوط كورتين مش بتوعه، لو حكام اجانب هيديله تكنيكال فاول. النهارده ما فيش، النهارده لاعب يخش يشوط كورتين مش بتوعه، فين يعني لا هو طب خلاص لا مش هو، تكنيكال فاول على طول فيهاش كلام، لان ده بيعادل السيميوليشن اللي احنا ما بنشوفش النهارده صفاره سيميوليشن خالص. معلش انا اسف يا كابتن، بس الحقيقه انا النهارده كنت يعني عايل على التحكيم بشكل كبير، ولكن للاسف ما زال المسلسل مستمر. انا بقولش ان في تعمد، ولكن هو ما بقولش ان ده السبب الوحيد، ولكن 80% من الاداء النهارده المتذبذب للفرقه انا برجعه للتحكيم. كابتن سلاوي، راي حضرتك في الفتره الاولى والثانيه؟ رايي ان كلتا الفرقتين لعبوا باللعيبه الاساسيه اللي هم متعودين يلعبوا بيهم. بدايه قويه من نادي الاتحاد السكندري، قابلها عدم دفاع جيد وعدم تنظيم دفاعي. طلوع الكره كان عندنا بطيء جدا، وده مما ساعد ان الاتحاد بيجري علينا. محتاجين ان الكره تطلع اسرع من كده شويه. عمر طارق زي ما احنا قلنا قبل المباراه ان لو اللي عمل فاولات فهتكون في مشكله، وفعلا الفاولات سببت لنا سببت ان هو طلع بره الجيم. نعم. ما يقرب من 12 دقيقه. احمد الجرحي قدر ياخد تايم اوت في وقت مناسب، رجعنا في الفتره الاولانيه للجيم. انا شايف ان نفتقد عدم التركيز نتيجه لان اللعيبه مركزه مع التحكيم شويه. لازم نرجع لروحنا، لازم لعيبه الاهلي تحس بالمسؤوليه، لازم لعيبه الاهلي تكون على قدر كبير من الروح ومن وان يبقى في تحجيز بالنسبه للم الكرات، لان هم مستحوذين على الحلقتين. لازم الكره تطلع اسرع من كده شويه، كره بطيئه جدا في طلوعها. الاتحاد احسن في الشوط الاولاني والثاني. 12 نقطه في الباسكت بول مش كتير، ممكن يرجعوا عادي جدا جدا، ولنا سابقات في الحاجات دي في المباريات كتيره. يعني اللعيبه لازم ترجع لتركيزها، ولازم نرجع الدفاع كلنا زي تيم ورك، واحد يشتغل دفاع وتيم ورك واحد يشتغل هجوم. قدامنا فرصه ذهبيه النهارده، لو ربنا كرم وكسبنا هنبقى محتاجين مباراه واحده من المباراتين القادمتين ان شاء الله. كابتن سلام، اشكر حضرتك. كابتن نبيل، شايف الفتره الاولى والثانيه ازاي؟ في بدايه الكوارتر الثاني احنا قدرنا ننزل السكور لخمسه بونت. نعم. واقل من كده ده بوس الباسكت. يعني في الحته الخمسه بونت دي هو كيجو خد كوره تحت الباسكت. نعم. كانت سهل ان هو يحطها، للاسف ما حطهاش. وبعدها اتحسب الكوره اللي انت قلت عليها اللي هي بتاعه الحكم مروان فتيحه، ان كان عمل يعني تسبب ان هو ما حسبش فاول لإيهاب امين، وحصلت في المقابل علينا فاول على جندي، وده عمل لنا ترابل فاول. لكن لعبنا زوم في فتره برضو كان فيها مشكله على الهاي بوست، يعني ما كانش الهاي بوست يعني مقفول كويس، وبالتالي برضو هم قدروا يرجعوا تاني لفرق التسعة بونت او كده.
دلوقتي احنا عندنا مشكله في الطوال، لازم تحجيز قوي من الفرقه كلها علشان نقدر نستحوذ على الكرات المرتده ونهجم هجوم سريع، وفي المقابل برضه هم بيطلعوا الكره بسرعه، لازم اعطل اول كوره، يعني اول كوره اللي بيلمها الطوال بتاعه الاتحاد لازم اعطلها. في حاجه ايجابيه ان احنا لغايه دلوقتي محتفظين بعمر طارق وإيهاب امين، فده ممكن في الكوارتر الثالث والرابع يدينا ادفانتج ان احنا نرجع للجيم تاني، وده ممكن يعني بصراحه يعني انا شايف ان احنا برضو دي حاجه كويسه ان احنا احتفظنا بيهم، حتى لو دلوقتي احنا الفرق 12 بونت لكن ممكن نعوض. نعم، ملاحظه جيده يا كابتن نبيل. وخلينا استعرض مع حضراتكم بعض احصائيات الفتره الاولى والثانيه جات لنا اهي. خلينا اتكلم عن الريباوند، ودي نقطه مهمه كابتن سلاوي وكابتن نبيل. نادي الاتحاد السكندري جاب توتال ريباوند سواء ديفنسيف او اوفنسيف جاب 26 ريباوند، في الوقت النادي الاهلي جاب توتال ريباوند 17. ده يفسر ليك وجود 16 يعني فرق 9 ريباوند ما بين الفرقتين، وده رقم كبير في كوارتر في هاف تايم. فالنهارده الريباوند ده يعني انا بقول يمكن النهارده شويه عشان كيجو يعني مش في حالته او مش فورمته، زائد غياب عمر طارق بره فترات طويله، فده اللي يفسر قد ايه احنا عندنا دروب جامد في الريباوند. بستعرض مع الكباتن كمان نسبه الفري ثرو او الفاول شوت، الحقيقه هي عندنا احسن 87.5% في نادي الاتحاد 75، وده اللي ادانا فرصه ان احنا نرجع زي ما حضرتك قلت يا كابتن نبيل، ده كان فرصه لينا ان احنا نرجع. لو اتكلمنا النهارده عن 3 بوينت، دي برضو حاجه غريبه شويه يا كابتن. 3 بوينت احنا شايطين 20 كوره في 2 هاف تايم، في 2 في الهاف تايم جايبين 4 بس، فنسبه 20% قليله جدا وشايطين كتير. يعني 20 تراي 3 بونت ده كتير، بس هو برضو الاتحاد بيعمل دفاع ضاغط وده مخلينا ما نشوطش براحتنا. معلش لازم كان في صح بس كان في كام كره فاضيه، هو لازم صنع اللعب يدور الكره بسرعه بيحتفظ بالكره كتير، فساعات بنشوط اندر بريشر. نعم، ودي حاجه يعني بيحتفظ بالكره بيضيع وقت كتير بالدريبل. ملاحظه 100% يا كابتن نبيل صحيح، دريبل عالي كتير في الوقت. نادي الاتحاد شوط 8-3 بونت بس، اللي معروف عن نادي الاتحاد بيلعب 3 بونت بيدرايف. نادي الاتحاد النهارده اللي هو سلاحه الاساسي اللي دايما كنا بنحظى منه 3 بونت، هو شايطين 8 بس جايبين 2 بس. بيلعب اتعلم من المباراه اللي فاتت يا كابتن هيثم، المباراه اللي فاتت اللي هي في الدوري العربيه شاطوا كتير جدا جدا وكانوا مش موفقين وخد بالك فخسروا، فالنهارده رجع يلعب تحت الباسكت، بيلعب على الطوال وبيعمل درايف صحيح، وده مساعده يعني، ده مساعده ان هو بيعمل درايف. ممكن تبقى حتى نقطه مهمه ان هي التفوق ده يا كابتن نبيل. طبعا. طيب هخش في 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 احصائيه ثانيه واخد راي حضراتكم. النهارده زي ما قلت في 3 بوينت نسبه نادي الاتحاد 25% هي افضل منا، بس ال 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 الريفرنس هنا عدد التريات 8 ل 20. احنا 20 شوطه، دي شوط في ماتش كامل. فالنهارده انت شوط 20 واحده، معنى كده ان انت ما لعبتش انسايد. غياب عمر طارق بس ده مش مبرر، زائد ان 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 كيجو جالك كتير من تحت الحلقه فبقت اللعيبه خايفه تنزل. ده من وجهه نظري يعني. هنروح لنقطه ثانيه واسمع راي حضراتكم في التو بوينتس او في المحاولات. احنا نسبتنا 23%، نسبه الاتحاد 60%. 60% في التو بوينت بيوصل المربع. وده بقى اللي يرجع ليه يا كابتن هيثم؟ تركيز. تركيز هو السبب الاساسي في النسبه دي. لو الاهلي النهارده زي ما احنا قلنا واختلفنا، قلنا اول حاجه لازم لعيبه الاهلي النهارده مش مركزه زي الجيمات اللي قبل كده. كابتن نبيل ليه الفرق دي اكتر نسبه فيها تباين شديد بيننا وبينهم؟ هي نسبه الرميات الثنائيه. النهارده بنتكلم في 23.5% نسبه نادي الاهلي، 60% نسبه نادي الاتحاد. هم بيلموا ريباوند، بيطلعوا كره سريعه، بيعملوا اختراقات، بيوصلوا الباسكت. الدخول برضو الطوال ما بيقابلوش، بيقابلوا متاخر، وبعد كده لما بيقابلوا بيحصل سكند شوت من الطوال بتوعهم. نعم. فده عامل لنا مشكله، لازم الدفاع الفردي يبقى اقوى يمنع دخول اللعيبه دي، بحيث ما يخليش الطويل يطلع من مكانه، فبالتالي الكره تتلم، لان هو برضو عنده طوال جيدين. نعم، وحتى برضه يا كابتن هيثم لما بيعمل درايف او بيدخل على الباسكت ها بيكون معدي من الراجل. نعم، الراجل ده لازم ينزل يغطي تحت، ما بينزلش. صحيح. مرآه الماتش الفيلد جول. الفيلد جول النهارده 21% نسبه الاهلي، 50% ضعف نسبه الاتحاد. ارقامنا مش كويسه، ان شاء الله تحسن في الكوارتر الثالث. انا عايز اعرف بس حاجه نقطه بعد اذنك، التيرن اوفر. التيرن اوفر طيب خليني اقول لك التيرن اوفر يا كابتن، ده الستيل. معلش يهمنا. لا طبعا، التيرن اوفر للفرقه نادي الاهلي عامل 2 تيرن اوفر بس، نادي الاتحاد عامل 7 تيرن اوفر اكتر. ما انا عايز اقول
طب يا كابتن هي كده لحظات بتهالي وتدي المباراه. طيب كابتن سلعاوي، كابتن نبيل، استاذن حضراتكم واستاذن الساده المشاهدين، هنطير ونرجع تاني صاله برج العرب. نتمنى النادي الاهلي يرجع في الفتره الثالثه والرابعه. معلقنا الكابتن احمد مناع، فالى هنا.